هذه الدنيا نراها من نور الحبيب محمد. ندعو مبتهل تحرير إذاعة التلفزيون العربي فخر مبتهلين إذاعة القرآن الكريم الذي دائما ما نسعد به في شعائر صلاة الفجر وفي الأمسيات الدينية مبتهل الإذاعي القدير فضيلة الشيخ عصام السيد مجاهد غالي فليتفضل فضيلته مشكورا. إن النبي صلى عليه سيدي يا رسول الله سيدي يا حبيب الله يا خير خلق الله يا رحمة للعالمين أرسلك الله يا رحمة مهداة يا نعمة مصدى اللهم أمدنا بمدد رسولك العظيم وأفض علينا من بركاته يا أكرم الأكرمين رب. سيدنا النبي صلى عليه نحن في شهر مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم صلى عليه اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا وأكرم شهداءنا وأهلك أعداءنا اللهم انصرنا على أعدائنا يا رب. سيدي يا رسول الله صلوا عليه سيدي حبيب الله الشوق حركني بغير ترددي الشوق الشوق حركني بغير ترددي والشعر أبحر في والشعر أبحر في جمال محمد فإذا
سيرتي بمحمد شرف اللسان بذكر أحمد السيدي شرف اللسان شرف اللسان أحمد سيدي فبذكري نكفر ونهتدي وإلهنا أوصى وإلهنا أوصى وإلهنا أوصى فهيا رددوا فهيا رددوا يا رب يا محمد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بذكر المصطفى ترتاح روحي سيدنا النبي بذكر المجتبى ترتاح روحي سيدنا النبي بذكر المصطفى ترتاح روحي سيدنا النبي فعني يا هموم القلب روحي كأني حين أذكره كطائر سيدنا النبي كأني حين أذكره كطائر أطير محلقا فوق السفوح أطير محلقا فوق السفوح فكرر مدحه في كل حين فكرر مدحه في كل وقت سيدنا النبي وقل يا نفحة المختار فوحي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى صلى الله على أحمد صلى الله عليه وسلم صلى صلى الله على محمود صلى الله عليه وسلم صلى صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها صلى الله للنبي جبين للنبي جبين صلوا عليه
للنبي جبين، لمحمد جبين، للمزمل جبين، للمدثر جبين، لطه جبين، لمحمد جبين، لحبيبي جبين، لشفيعي جبين، لمحمد جبين، يحاكي بدرا يفوق قمرا، يحاكي بدرا يفوق قمرا، والقمر جزء من نور محمد. صلى الله على محمد، صلى الله يا رب، صل على أحمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله. صلى الله على محمود، صلى الله عليه وسلم، صلى الله. سريعا فشأن العبد يدعو ويعجل، وأرجو الذي يرجى إليه وأسأله، يا واسع التدبير ما شاء يفعل. سيدنا النبي صلوا 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 عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه. كل عام شكر المتهم الإذاعي القدير على متحد إذاعة وتلفزيون جمهورية مصر العربية، فضيلة المتهم الشيخ عصام السيد مجاهد غالي بقرية كفر شلشلمون مركز ميليا القمح الشرقية، ختام هذا